ولا إلهم علاقة بشيء اسمه كوكيز. او نو. هلو يا قلبي، انتو كيف كل يوم؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف ألف خير. وانتو عم تشوفوا هذا الفيديو، انا جنى، ورجعت لكم اليوم بفيديو خطير، فيديو جديد. هذا النوع من الفيديو انتو كتير كتير بتحبوه، فيديوهات السناكات. جبت سناكات كتيرة طلبتها من على موقع امريكي، كانت كتير 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 غريبة. في هذا البوكس اشياء مرة غريبة، أنا حسيتها غريبة، أنتوا رح تحسوها غريبة، ورح نجربهم مع بعض ونقيمهم اليوم. طول هيك يا قلبي، أنتوا إذا متحمسين تشوفوا هذا الفيديو، إذا متحمسين نذوق السناكات مع بعض، لا تنسوا أهم شيء تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل شيء جديد أنا بنزله بالوقت اللي بنزله فيه. ويلا نبدأ الفيديو، مرة متحمسة صراحة. أول شيء نحن محتاجين لمقص عشان نفتح الباكيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بتعرفوا صار له وصلني هو تقريبا كم يوم، ما عرفت أنا كيف قدرت أمسك حالي إني ما أصور الفيديو، أقسم بالله، لأني مرة متحمسيت له. افتح يلا، افتح يلا. الجهة الثانية كمان نفس الشيء. يا اخي البوكسات، اسمعوا، مرة بحب افتحها بس مرات كثير بتتعبني. كومون بوي، كومون بوي. اوكي، بعد اذا فتح. هل انتم جاهزون يا اطفال؟ اي اي كابتن، يلا نفتحه. بسم الله. اوه ليكو شو مغلفين ومغلفين وحاطين لي هاي الاشياء. شفتوا السناكات؟ شفتوها؟ هاي على الكب، رح نشيلها، ما بدنا اياها ابدا. شوفوا قديش طلبت سناكات، خلينا نجربهم، خلينا نجربهم. انا بطني الصغير لا يتحمل اني استنى اكثر من هيك. اول شيء رح نبدي فيه هو هذا الشيبس. شوفوا، انا اول ما شفته انه حسيته شيبس عادي، بس طعمته ما عادية، طعمته بصل وثوم وكريمه مدري لبني، انا صراحه ماني عارفاني. كرانش فليفر ترولد تورتيلا تشيبس. اوكي، هن عباره عن تورتيلا مدورينهم ومحمصينهم وحاطين لهم لبنه وثوم وبصل. طيب اسمعوا، انا بعشق الثوم والبصل، سو خلينا نجربه ونفتحه عشان نعطي تقييم. ريحته مانا كتير كتير قويه، يعني مانا ريحه بصل وثوم قويه، عرفتوا؟ هيك بيجي شكله زي ما شايفين، وهيك بيجي شكل الحبه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا للهول، سامعين صوت الكرانش؟ ناري ناري وشراري، الطعم كتير زاكي، فيه طعمة حر صغيرة، يعني هيك خفيفة كتير. واو، هذا الشيبس كتير زاكي، الكرانش تبعه كتير قوي، في شيبسات ما بكونوا كتير كرانشي اكيد بتعرفوهن، فهذا كرانش تبعه كتير كتير قوي. طعمته بصل، بس طعمته ما كتير توم، اكتر جاي على بصل، وفيه طعمة حر صغيرة، مع انه ما مكتوب عليه انه اسألت البتشيلي او هيك. فبعطيه 8 من 10، انه لذيذ صراحة، حبيت حبيت مرة حبيت. نشرب شوية مي عشان نغير طعمة التوم. أنينتي الجميلة. بما إنه بدينا بالشيبس، خلينا نكمل بالشيبس. أنتوا أكيد بتعرفوا ماركة الشيبس تبعت البرنجز. طيب هاي العلبة اللي بتيجي طويلة، أنا ضايقة منها كل الطعمات، بس ولا مرة شفت منها طعمي على خل. لما شفتها بالموقع، أنا بعشق الخل، أي واز لايك إنه أنتي رح تيجي معي بدون تفكير. شفتها وهيك إنه عفوان عخال، انا عم بشوف صح عخال. هلا انا صراحه ما بعرف اذا هاي ليميتد اديشن، يعني منزلينها بس لفتره، بس انا ما كنت اشوفها بالسوبر ماركتات، سو خلينا نفتحها هلا. اوه مكسره يا جماعه، او نو او نو. بس شو بنحكي على الريحه؟ ريحتها خل، ريحتها خل قويه كمان. خلينا ندوقها. بسم الله الرحمن الرحيم، مع انه الحبات مكسره يعني. هذا الفيديو رح يكون عبارة عن واو انها لذيذة، واو انها طيبة، كتير زاكي، طعمة الخلفية كتير ظاهرة، هذا الشيء اللي انا بحبه. هلا انا صراحة انزعجت لانه الحبات طلعوا مكسرين. شوفوا مثلا هون في عنا حبة صاغ سليم، بس من هون مكسرة، بس عادي مش مشكلة. طعمته كتير كتير زاكي، الخلفي كتير كتير قوي، والبرنجز كتير كتير طيب. فهي علبة البرنجز يلي مليانة حب وحنان، انا بعطيها تقييم 9 من 10. اسمع، لانه في اشياء لسه لازم نجربها نحن بالفيديو، فانا حابة اعطي لشي واحد بس 10 من 10، عرفتوا؟ مع انه هي بتستاهل 10 من 10 وبثقة كبيرة كمان. صراحة انا ما بعرف من ايمت باونتي، شوكولاتة باونتي، اذا اكيد ما بتعرفوها رح احط لكم صورة هون إلها، بس معروفة يعني كتير كتير مشهورة هاي البسكوتي، نزلت كوكيز وشوفوا شكلهم، شكلهم مره يحمس، وانا من النوع يلي كتير كتير بحب جوز الهند، سو حكيت انه لازم اجربهم معكم واشوف اذا طعمته عن جد باونتي، لانه انا مره جربت كوكيز على ام ان امز وما كانت طعمتهم ام ان امز ابدا، يعني بس كانوا كوكيز عاديين محطوط فيهم شوكولاته. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وبنفتح الكيس عشان نجربه. ليكوا كيف شكلين، مخربشين مخربشين على الاخر، ما بعرف انا بالشحن هني كانوا مع اي باكيتات باكيتي، بس الاشياء كلياتها مكسره ومخربشه. ريحتهم ريحتهم باونتي، ريحتهم كتير كتير زاكي، وريحتهم جوز الهند قوية. خلينا ناخذ واحد وبسم الله نجربه. او نو، شوفوا كيف شكلهم، اسمعوا
لا فيهم صوت كرانش ولا فيهم شيء. هلا هني كوكيز لازم يكونوا شوي كرانشي، فهدلولي حسيتهم انا رطبين يعني، شايفين زي الكيك صاير، او ما بعرف قديش صلن عند العالم يعني محطوطين، بس ما نون كرانشي ابدا ولا لهم علاقه بشيء اسمه كوكيز، مع انه هني اسمه طعمتن يعني زاكي طعمتهم جوز الهند، وفيهم جوز الهند يعني الواحد بحس فيه، بس انه ليش هيك مثل الكيك جايين يعني كتير رطبين، ما بعرف. لهدلول الكوكيز انا صراحة بعطيهن 5 من 10، وبكون كتير 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 منيحة بالتقييم، لانه زي ما حكيت لكم هن جايين زي الكيك يعني ما لهم كوكيز ابدا، ما فيهم صوت كرانش ولا عاملين شي يعني، شايفين كيف؟ لا ابدا لا 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 صراحه بدون كذب، انا كنت متوقع شيء اذكى من هيك بكثير، لانه شوكولاته باونتي كثير كثير زاكي وانا كثير كثير بحبها، بس هدول الكوكيز نزلوا لي تقييم باونتي لتحت على الاخر. بما انه باونتي ما طلعت زاكي، خلينا نشوف اوريو شو فيها تعمل. اسمع انا دايقه اوريو بكريمه الطبيعيه العاديه اللي بتكون طيبه اللي لونها بيضه، فلقيت على الموقع اوريو فيها بينات باتر، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، كريمه الفستق السوداني. انا الكريمه هاي بحبها بس كمان ما بحبها كتير، فما بعرف مع اوريو الميكس كيف رح يطلع، فخلينا ندوق عشان نقيمه ونشوف اذا رح تطلع زاكي او لا. شوفوا كيف بيجي شكلها زي الاوريو العاديه، بس من جوا بتيجي جهه بينات باتر والجهه الثانيه بتيجي كريمه عاديه. طيب او دقيقه دقيقه دقيقه، لا سوري استنوا شوي دقيقه. اوه انا غلطت. شوفوا جهه، خليني اشيل البسكوت عشان اورجيكم احسن. وقعت البسكوتي، جهة بتيجي فيها شوكولاتة والجهة الثانية بيجي فيها زبدة الفول السوداني، ميكس مرة خرافي. خلينا ندوقها، بسم الله الرحمن الرحيم، رح احاول ادوق الاثنين مع بعض. واو طعمة الفول السوداني كتير كتير واضحة، مغطى على الشوكولاتة صدقوني. صراحة زاكي واو. اسمعوا هلا، هي كتير 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 زاكي هاي الطعمة، وزبدة الفول السوداني كتير كتير ظاهرة، يعني طعمتها مغطى على الشوكولاتة قد ما هي كانت قوية. أنا حبيتها بس ما متوقع رح آكل منها أكثر من 5 حبات، لأنه هي كتير كتير حلوة. يعني إذا أنتم بتحبوا السكر وما سكر والأشياء اللي بتكون كتير 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 حلاوتها مزدادة، فرح تحبوها كتير. بعطيها تقييم 7 من 10، بحس منيح. ما أعطيتها 9 من 10 أو ما أعطيتها تقييم أعلى من هيك، لأنه كانت كتير كتير حلوة، مع إنه كانت زاكي بس الحلاوة فيها كتير 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 مرتفعة. اسمعوا عنا هون شي كتير كتير غريب، أنا ماني عارفان شو هذا، وحسيت إني حابة إني أجربه عشان لونه كان أزرق وشكله هيك مغري شوي. هن عبارة عن حبيبات صغيرة محطوطين بلون أزرق وطعمتهم بابل جام فليفر، بس أنا ماني عارفان هدول الحبيبات شو، فخلينا نفتحن عشان نستكشف مع بعض. طيب فتحته بطريقة مانا منيحة أبدا، رح آخذ شوي هيك بإيدي. شوفوا شكلهم كيف بيجي هيك مثل دوائر لونها زرقاء، بدي أجربهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت علكة بتعرفوا، بس كتير قاسي. اسمعوا هلا، انا مع انه هي طعمتها علكة يعني بابل جوم، ما بعرف اسمه عليه، بس في علك بكون له طعمات تانية، وهي البابل جوم طعمي يعني مش طعمة علكة علكة، فطعمة البابل جوم فيها كانت قوية وكانت كتير كتير زاكي، انا بحب الطعمة هاي كتير، بس انا ما كنت اتوقع انه هي تطلع علكة، يعني فهمت شو قصدي؟ في علك بيجي طعماتن ما اعرف انا كيف بدي اشرح لكم، بس في علكات بيجي طعماتن فريز، اللهم صل على سيدنا محمد، مانجا شي شي وبابل جام، فهي العلكه كانت طعمتها بابل جام وكانت علكه، انا ما كنت عارفه انه هي علكه. طيب جنى قديش بتعطيها تقييم؟ انا بعطيها تقييم 5 من 10، علشان اسمه هي كانت زاكي بس كانت كتير كتير قاسيه، يعني بتوجع لكم اسنانكم وانتم عم تعلكوها، وكمان كان فيها كتير كتير سكر وما كان فيها ولا نتفه حموضه، يعني العلكه بتكون زاكي اذا كان فيها هيك نتفه حموضه، فهي ما كان فيها ابدا، بس كانت طعمه سكر بس. بنفوت على الشيء يلي بعده. اسمعوا جبت هاي الشيء من ماركت واهز، هاي الماركه انا بعرفها ودائما عند اشياء لانه بتطلع كتير كتير اشياء زاكي واشياء حامضه، وانا بعشق شيء اسمه حامض، فهذا الشيء المفروض يكون حامض بس انا ماني عارفانه شو هو، بس بتوقع انه يكون مربى بتغطسوه بسكر حامض وبتاكلوه، عرفتوا؟ خلينا نشوف. اول شيء بدي افتحه بهاي الطريقه. دقيقه، او نو، راحت كلمه واهدز كلياتها. شوف كيف شكلها صار، صار شكلها ما حلو. خلينا نشوف كيف تتنفتح. دقيقه هلا انا لكل المصاصة ما اكبرها. او ماي جاد، اوكي هون شوفي زي ما حكيت لكم زي ما كنت متوقعه بالضبط، سكر هون موجود، سكر تحت وهون موجود هاي المصاصة الكبير كتير كتير كتير، شوفوا جاي على شكل اصبع. هلا انا رح اخذها احطها شوي بالسكر وادوها. بسم الله. السكر تبعهن حامض ومره زاكي، بدي احاول اكسرها بس ما عم تنكسر، مستحيل تنكسر، شوف قديش سمينه، مستحيل.
اخ بتعرفوا شو طعمة المصاصة؟ طعمة المصاصة سور ابل، يعني التفاح الاخضر هذا اللي بيكون كتير كتير حامض وكتير هيك سور، وطعمة السكر حامض وسكر، يعني حامض وحلو. بدي احاول اكسرها بس ما عم تنكسر، بدي اكلها هيك زاكي. انا صراحة بحب هاي الاشياء، وشوفوا شكلها يعني قديش كتير تحفة، يعني هني متفننين بهذا البرودكت. بعطيها اللهم صل على سيدنا محمد للطعمة وللشكل 10 من 10، علشان والله مرة تستاهل ومرة تفوز. طعم حامض وحلو وكتير محدودين بالطعمات، والشكل كمان مرة نار، مرة حبيت والله. بس يا ريت تنكسر معي، رح ينكسر اسناني وما رح تنكسر. A few moments later. اوكي منيجي لهذا الشيء اللي بعده، شوفوا الشكل قديش خرافي وقديش هيك بحمس انه الواحد بس ياكله. هذا المنتج اسمه بوب تارتس، ومفروض يكون بقلبه معقود فريز او معقود فراولة، ومن برا يكون عليه كريمة مع هيك سبرينكلز. هذا المنتج امريكي كح، انا كنت اشوف الامريكان لما طلع كلياتهم يجربوه. واو اتس سوبر يامي، اي لاف ات، ذا فليفر از سوبر جود، وما بعرف شو قاعده ياكلوا. فانا لما شفته حكيت انه كان زمان بدي اجربه، هلا لقيته فخلينا نجربه هلا مع بعض. يا ربي لا تقولوا لي مكسر، لا تقولوا لي مكسر، لا تقولوا لي مكسر. للاسف الشديد مكسر نوعا ما، بس الحبات اللي تسعتهم صار سليم اي جس يعني. اوكي هيك بيجي شكل الحبه، ما نفس الباكج ابدا. خلينا نجرب، بس ليش البسكوت هيك شكله مش مستوي، يعني ما انا متحمره ولا اي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا مش زاكي ابدا ولا 1%، 0 من 10 تقييم بدون نقاش. اسمعوا يا البنت، وانا في اشياء بحب اكل فيها مالح وحلو، يعني هدول الطعمتين مع بعض بيطلعوا زاكيين، بس هاد الشيء البسكوت طعمته عجين، والمعقود طعمته فريز، بس فريز مش زاكي، وهي اللي فوق طعمته حليب دسم، وانا ما بكره شيء اسمه حليب، ما بطيق الحليب ابدا. قولوا لي جنى اختاري، بختار لكم كل شيء الا الحليب، ما بطيقه ابدا. وهي اللي فوق طعمته حليب، بس حليب كتير كتير دسم، يعني انا ممكن اتقبل الحليب بطريقه انه ما يكون فيها دسم، بس هون كتير دسم، وهون طعمه عجين ومعقود الفريز. لا زي ما حكيت لكم تقييم 0 من 10، انا ما بعرف الامريكان كيف حبوها، وما بعرف كيف كانوا يقولوا او واو اتس سوبر يامي. نحن بحاجة إلى الماء وبسرعة كمان. مش زاكي أبداً، يا الله مش طيبة، كيف بياكلوها؟ شوفوا شوفي معاي، جبت مشروب أريزونا، أكيد بتعرفوا كتير كتير مشهور هالمشروب، بس هاي الطعمة الجريب فروت كوكتيل جوس، أنا ماني دايقتها. قديش كبيرة؟ اكسكيوز مي، كتير كبيرة، كم لتر فيها هاي؟ دقيقة، أنا ما توقعت تكون كبيرة هلأ، توقعت تكون أنينة صغيرة وما مكتوب عليها كم لتر فيها. ايش هيك؟ لازم يكون مكتوب بس، او انا ما عم بطص. فيها 240 ملي، مستحيل مستحيل يكون هاي بس 240 ملي، نو واي. اقل شيء اقل شيء اقل شيء ممكن يكون فيها لتر. شوف قديش كبيره وكتير كتير ثقيله ومليانه، يعني شايفين قديش هي ضخمه. خلينا نفتحها وندوقها ونشوف اذا زاكي او لا، لانه اذا كانت زاكي فالكبر تبعها بكون كتير كتير منيح، لاني رح اشربها. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعتوا هذا الصوت؟ هذا الصوت غرام. يلا بسم الله. period period. اسمعوا هلا، هي برد شوي بس بتوقع لو بحط لها ثلج وبصبها بكاسه وبخليها تصير ابرد بكتير رح تطلع مره نار. طعمتها ساور كريب، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، يعني العنب يلي بكون حامض، وهذا العنب انا مره بعشقه، كتير زاكي، اي لاف ات. هذا الشيء بعطي تقييم 9 من 10، علشان ناقصه نتفة برودي، ولا هو رح يكون توب 1 على العصائر كلياتها. عن جد كتير زاكي، الحمد لله انك اجيتني بعد هالبسكوتي اللي اكلتها يا اريزونا انت، اي لاف ات. وبس والله يا قلبي، انت هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اكتبوا لي بالكومنت سكشن اذا حابين اكثر لكم من فيديوهات السناكات وما سناكات، اذا حبيتوا الفيديو، اذا استمتعتوا بالمشاهده. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس، اهم شيء علشان يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله بالوقت اللي بنزله فيه. وتابعوني على انستغرام سناب شات وتيك توك، كل الاسماء حطيتها هون قدامكم على الشاشه، وعلشان انتم ما تتعبوا، لانه انا تعبكم ما بدي ابدا، حطيت لكم كل الروابط تحت بصندوق الوصف. انا بحبكم قد الدنيا، وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. باي باي يا قلبي، انتوا ديروا بالكم على حالكم.